وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من العاصمة الأردنية عمان المحلل السياسي السيد جلال العبادي. مساء الخير سيد جلال، وبعد التحية، كيف تقرأ مواصلة قناة الجزيرة فتح منابرها للجماعات الإرهابية ومن بينها جماعة الحوثي المدعومة من إيران، وهو نهج مستمر منذ تأسيس هذه القناة؟ قناة الجزيرة حقيقة للأسف دائما تركز على نقاط السلبيات ونقاط الاختلاف بين الدول العربية وبين حتى داخليا في معظم أنحاء العالم العربي، ليست في منطقة واحدة، خذها في سوريا، خذها في العراق، خذها في ليبيا، خذها في اليمن، خذها في كل أنحاء، حتى في فلسطين تناصر فئة عن فئة. إذا الأشياء التركيز على السلبيات وليس على الإيجابيات، تضخم السلبيات، تضخم الإشكال، تضخم الاختلاف، وتوصل إلى حد الاقتتال وإلى حد اللاعودة. وشفنا أنه كمان حتى هذا في الأزمة الخليجية الأخيرة كانت تركز على كل ما يختلف عليه الأطراف، ولا تتعرض أو تتصرف في شيء يتفق عليه الأطراف. أخذ في سوريا كانت مثلاً تناصر منظمات جاءت من الشرق ومن الغرب، كانت تعمل ضد النظام، كانت تعمل، وحدث ما حدث في سوريا حتى أنها انحازت إلى جانب إيران، فأصبحت تناصر الميليشيا الإيرانية التي هي تناصر الأسد. مواقف متضادة مختلفة تنقلب من ألف إلى باء بسرعة. كذا نفس الحكي حدث في ليبيا، نفس الحكي حدث في اليمن. إذا إحنا كنا نتأمل أنها تكون نقطة قوة ونقطة جمع وألفة، وتساعد في توحيد الصف العربي لا في شقه. نرجو أن تعود إلى صوابها، وأن لا يكون النزاع والتركيز على نقاط الاختلاف هو المصدر الأول لأي معلومة. أينما دخلت الجزيرة فالمشكلة قادمة. نعم، المحلل السياسي السيد جلال العبادي، شكرا جزيلا لك.